بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، خلق الإنسان وعلمه البيان. الحمد له على نعمته التي لا تعد ولا تحصى، والصلاة والسلام على النبي الأكرم والرسول الأعظم صفوة الخلق وخاتم الأنبياء محمد بن عبد الله، عليه أزكى الصلاة وأزكى التسليم. وعرفاناً بالفضل والجميل، يتوجب علي أن أرفع خالص شكري وعظيم امتناني وتقديري للمغرب العظيم بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، هذا البلد الذي أضحى منبعا للعلم ومرتعا للعلماء ومهدا للطلاب والباحثين. ومن هذا المنبر أقدم شكري وامتناني لجامعة محمد الأول ممثلة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، هذه الجامعة العريقة والصرح الشامخ التي غدت منارة علم ورشاد بفضل قاماتها من الأساتذة الأجلاء. يطيب لي في هذا المقام أن أزكي خالص تقديري وشكري وعظيم تقديري لأستاذي الفاضل الدكتور الأستاذ بن قدور بن يونس على ما قدمه لي من توجيه وإرشاد، وعلى حسن المتابعة والنصح الذي أسداه لي من أجل وضع البحث في مساره القويم. وعاطر شكري وتقديري لأستاذتي الفاضلة الدكتورة نجاة بطل على توجيهها ومتابعتها، كما أجزل شكري وتقديري إلى السادة الأساتذة أعضاء اللجنة الأستاذ الفاضل الدكتور محمد قاسمي، الأستاذ الفاضلة الدكتورة حوتي زهور، الأستاذ الفاضلة الدكتورة عباوي جميلة، الأستاذ الفاضل الدكتور عزيزي عبد النبي على تجشمهم عناء قراءة هذه الأطروحة وفحصها. اسمحوا لي أساتذتي الكرام أن أقدم عرضا مختصرا عن الأطروحة، عن المشاركة في التعليم. تبنى السياسة التعليمية على استراتيجية مجتمعية عامة مستوحاة من ثقافة المجتمع واحتياجاته، وهي مكونة لسياسة الدولة، والتي يضع أسسها المجلس الأعلى للتعليم، وتتمثل في التوجيهات السامية لصاحب الجلالة سلطان البلاد، وفي البرامج والخطط التي تنبني عليها على الاستراتيجية المستوحاة من تلك التوجيهات، وكذلك المفردات والتوجيهات والمذكرات الرسمية. وتنفيذ السياسة التعليمية يتطلب المشاركة المجتمعية بكافة أشكالها، يشترك فيها المجتمع بكافة مكوناته أفراداً ومؤسسات. ورغم انفتاح المدارس في سلطنة عمان على المجتمع المحلي وسعيها إلى تنمية وتواصلها مع المجتمع والتفاعل مع مؤسساته بما يخدم الطالب ويحقق أهداف المجتمع، إلا أننا نرى أن هذا التفاعل ليس كافياً، وأن هناك إمكانية لتطوير هذا التفاعل ليصبح المجتمع شريكاً في عملية التعليم بصورة أكثر فعالية عما هو عليه الآن. هكذا جاء هذا البحث ليتلمس واقع المشاركة المجتمعية ومدى تحقيقها أهدافها، أملاً في تطوير هذه المشاركة والخروج بمقترحات لتطويرها وتوظيفها بصورة أمثل. وتتحدد أشكالية البحث في الأسئلة التالية: ما واقع المشاركة المجتمعية في تنفيذ السياسة التعليمية في مدارس التعليم الأساسي بسلطنة عمان؟ ما المعوقات التي تحد من تفعيل المشاركة المجتمعية في تنفيذ السياسة التعليمية في مدارس التعليم الأساسي بسلطنة عمان؟ هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 5% لواقع ومعوقات المشاركة المجتمعية في تنفيذ السياسة التعليمية في مدارس التعليم الأساسي بسلطنة عمان تعزى لمتغيرات الدور والنوع الاجتماعي والمؤهل وسنوات الخبرة؟ السؤال الأخير: ما الإجراءات المقترحة لتطوير المشاركة المجتمعية في تنفيذ السياسة التعليمية في مدارس التعليم الأساسي بسلطنة عمان؟ يكمن ميثاق إشغال البحث في الكشف عن العلاقة الوطيدة والتفاعلية بين المؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع، ومدى انفتاح المدرسة على مؤسسات المجتمع المحلي، وهو أمر بالغ الأهمية في خلق البيئة التعليمية للتلاميذ، ويساعد على تحقيق الهدف التربوي المنشود. من جانب آخر، فإن هذا الميثاق يأخذ في عاتقه موضوع المشاركة المجتمعية في التعليم، وهو المنحى الذي تتجه إليه كافة مؤسسات التعليم في شتى دول العالم في عصرنا الحالي، لارتباط التعليم بسوق العمل
وعليه فإن التواصل بين المدرسة ومؤسسات المجتمع سيجعل من هذه المؤسسات بيئة حاضنة للتعليم تساهم في إعداد الطالب وتدريبه الذي بدوره سينضم إليها كموظف بعد الانتهاء من الدراسة. هكذا سيشتغل البحث أو سيشتغل الميثاق إجرائيا على مرحلة التعليم الأساسي لكونها تشمل شريحة واسعة من قطاع التعليم وتضم أكبر عدد من المدارس وأكبر عدد من التلاميذ وأولياء الأمور. وعليه فإن النتائج التي ستنبثق من الميثاق وسيتوصل إليها البحث يمكن أن تزيد من شعور المواطن العماني والمؤسسات بأهمية المشاركة المجتمعية أملاً في الارتقاء بمستوى التعليم. وفي ضوء ذلك فإن نتائج البحث ستقدم دوراً توعوياً من شأنه أن يعمل على زيادة تفعيل المشاركة المجتمعية ودعم المؤسسة التعليمية وتعزيز دورها، كما يتوقع من البحث أن يقدم للباحثين في التعليم على صورة في التعليم صورة عن واقع المشاركة المجتمعية في التعليم والجوانب التي تحتاج إلى المزيد من التفعيل، إضافة إلى تنفيذ بعض الصعوبات والعوائق التي تحد من المشاركة المؤسسات المجتمعية في تنفيذ السياسة التعليمية في المدارس. اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على التحليل والوصف، وذلك من خلال تفسير وتحليل البيانات التي تم تجميعها من الدراسة الميدانية على ضوء الأدبيات والنصوص النظرية المتصلة بالموضوع، وكذلك على ضوء الدراسات السابقة التي تناولت ذات الموضوع. تكونت عينة البحث من جميع المعلمين ومديري المدارس وأعضاء مجالس أولياء الأمور في مدارس التعليم الأساسي بسلطنة عمان ذكوراً وأناثاً. توسل البحث بأداة لجمع البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة تهدف إلى التعرف على واقع المشاركة المجتمعية في تنفيذ السياسة التعليمية في مدارس التعليم الأساسي من وجهة نظر مجتمع الدراسة، والذي يمثله في هذه الاستبانة المعلمون وأعضاء مجالس أولياء الأمور ومديرو المدارس من الجنسين. وقد تم تطويرها وبنائها وفقا للخطوات التالية: أولا، مراجعة الأدب النظري المتعلق بجوانب المشاركة المجتمعية في التعليم لا سيما المتصل بتنفيذ السياسة التعليمية في المدارس. ثانيا، الاطلاع على مجموعة من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، حيث تم التطرق إلى العديد من الدراسات والأطروحات التي أجريت في دول عربية وأجنبية والاستفادة من محتوته من معارف وأهداف وأدوات والنتائج وتوصيات. ثالثا، الاطلاع على لوائح وأطر السياسة التعليمية التي ينبني عليها نظام التعليم الأساسي في سلطنة عمان، وذلك من خلال الوثائق والتعميمات والقرارات الصادرة من وزارة التربية والتعليم بالسلطنة. رابعا، الاستفادة من آراء الأساتذة المختصين في نظم التعليم وكذلك في تخطيط وإجراء الدراسات والإشراف عليها، وذلك في جامعة محمد الأول في المملكة المغربية وجامعة السلطان قابوس وجامعة نزوة بسلطنة عمان ووزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان. دوافع البحث وأهدافه: إن الوضع الراهن للمشاركة بين المؤسسات التعليم والبنى المجتمعية يعاني من مشكلات ومعوقات، من أهمها غياب العمل المؤسسي في واقع العلاقة بين مؤسسات التعليم والمجتمع، والحاجة إلى تزويد القيادات المدرسية بالمهارات والكفايات المتعلقة بإعداد وتخطيط إدارة برامج المشاركة المجتمعية في المؤسسات التربوية. ثانيا، ضعف العلاقة بين المؤسسات التربوية وعناصر المجتمع المحلي ممثلا في البيت والقطاع الخاص وغيرها من المؤسسات والمنظمات المجتمعية. ثالثا، قلة الوعي المجتمعي بوظائف المؤسسة التعليمية. رابعا، ضعف انفتاح المؤسسة التعليمية على المجتمع وتقصيرها في تقديم الخدمات على غير التعليمية مثل المحاضرات العامة واستخدام المرافق العامة، المسرح والمنشآت الرياضية. خامسا، نقص الموارد المالية للإنفاق على التعليم، إذ لا يزال الإنفاق على التعليم مقتصرا على التمويل الحكومي فقط. ويهدف البحث من بين ما يهدف إليه إلى توضيح واقع المشاركة المجتمعية في تنفيذ السياسة التعليمية في مدارس التعليم الأساسي بسلطنة عمان، إظهار أهمية المشاركة المجتمعية في تنفيذ السياسة التعليمية وأثرها على تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية، تعزيز إدراك المسؤولين ومتخذي القرار لضرورة الاهتمام بتفعيل المشاركة المجتمعية في تنفيذ السياسة التعليمية، تحديد أهم الصعوبات التي تحد
من تفعيل المشاركة المجتمعية في مدارس التعليم الأساسي بسلطنة عمان. خلاصة البحث: من أبرز النتائج التي توصل إليها البحث أن واقع المشاركة المجتمعية في تنفيذ السياسة التعليمية في مدارس التعليم الأساسي بسلطنة عمان جاء متوسطا في جميع المحاور، كما كشف البحث أيضا عن وجود مجموعة من العوائق التي تحد من المشاركة المجتمعية في تنفيذ السياسة التعليمية في المدارس في مدارس التعليم الأساسي بسلطنة عمان، وكان من أبرزها كثرة الأعباء الفنية والإدارية على إدارة المدرسة والمعلمين، وعزوف المثقفين والأفراد البارزين في المجتمع عن المشاركة في مجالس أولياء الأمور، وضعف الإمكانات المدرسية وتدني الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية المشاركة بين المجتمع والمدرسة. وبناء على ما توصل إليه البحث الحالي من نتائج، فإننا نوصي بما يلي: إعداد برامج توعوية وإرشادية تهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع والمؤسسات المختلفة لدفعهم نحو المشاركة في تنفيذ السياسة التعليمية في مدارس التعليم الأساسي بسلطنة عمان، والوصول إلى قناعة قوامها أن العملية التعليمية مسؤولية مشتركة بين المدرسة والمجتمع. نشر ثقافة المشاركة المجتمعية في تنفيذ السياسة التعليمية في مدارس التعليم الأساسي لتصل إلى جميع شرائح المجتمع، مع ضرورة التركيز على الأعمال غير التقليدية التي يمكن أن تحققها هذه المشاركة، مثل المشاركة في تزويد المدرسة بالتطبيقات الإلكترونية والاحتياجات المكتبية للمدرسة، والمشاركة في مناقشة المشكلات الخاصة بميزانية المدرسة وتقويم المقررات الدراسية، بناء استراتيجيات لرفع مستوى المشاركة المجتمعية في تنفيذ السياسة التعليمية، وعلاج المعيقات التي تواجه تفعيل هذه المشاركة لضمان استمراريتها والارتقاء بمستواها، ضرورة إشراك أصحاب الخبرة والاختصاص من المجتمع المحلي، وكذلك أصحاب الخبرة الطويلة من المعلمين ومديري المدارس وأعضاء مجالس أولياء الأمور في عملية إعداد ومتابعة وتقويم تنفيذ السياسة التعليمية في مدارس التعليم الأساسي بالسلطنة، تشجيع العمل التطوعي والمبادرات الفردية الهادفة بما يضمن المشاركة المنظمة والفاعلة التي تحقق أهداف المدرسة. ختاما، أجدد شكري وامتناني لأستاذي الدكتور بن قدور بن يونس الذي تفضل بالإشراف على هذا البحث حتى وصوله إلى هذه المرحلة، وعاطر الشكر لأستاذتي الدكتورة نجاة بطل على إشرافها وتوجيهها، كما أخلص شكري وتقديري للجنة العلمية الموقرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعذروني عن تقصير الأسئلة. الحمد لله. الحمد لله جل وعلا، والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أجدد الشكر والتقدير للأستاذ الفاضل الدكتور بن يونس بن قدور على تفضله بالإشراف على هذا البحث، وعلى كل ما بذله تجاهي، وعلى صبره في متابعة كل الخطوات. والشكر موصول أيضا لأستاذتي الدكتورة الفاضلة نجاة بطل على توجيهها وحسن متابعتها لهذا العمل، كما أجزل شكري وتقديري للسادة الأساتذة أعضاء اللجنة الدكتورة زهور حوتي والدكتورة جميل عباوي والدكتور عزيزي عبد النبي، وكلهم أكن لهم الشكر على كل ما فعلوه وعلى كل ما بذلوه من جهد وما أسدوه لي من نصائح. ما أعظم سروري وأنا أرهف السمع لهذا الفيض من النقد الإيجابي والبناء، والإصغاء إلى ملاحظاتكم القيمة وتوجيهاتكم السديدة التي عززتم بها هذا العمل، والتي بلا شك ستكون سندا وقوة لتدعيم هذه الدراسة. أساتذتي الأجلاء، من قناعتي بأن الملاحظات وجوانب النقد التي تفضلتم بإسدائها هي في خدمة البحث العلمي ولا غنى عنها في تجويده، باعتبار أن المواكبة النقدية من أهم أسس العمل العلمي الناجح، وعليه فسوف ألتزم بإذن الله تعالى بأن آخذ هذه الملاحظات والتوجيهات بعين الاعتبار من أجل تحسين البحث وتجويده والوصول به إلى الوجه الأكمل. شاكرا لكم، ويكرر ثنائي لكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قال لك إذا غنقدم غنضرب عليه بالتعليق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه. قرار أعضاء لجنة المناقشة بنتيجة مناقشة طالب الباحث ناصر بن علي بن سليم الخياري في موضوع المشاركة المجتمعية في تنفيذ السياسة التعليمية في مدارس التعليم الأساسي بسلطنة عمان دراسة ميدانية. بعد إجراء المناقشة من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 12 زوال، وذلك يوم الاثنين 28 يونيو 2021 بقاعة نداء السلام بمقر الكلية، اختلت لجنة المناقشة برئاسة من قدور بن يونس. وبعد المداولة فإن اللجنة المكونة من السادة الأساتذة الدكتورة حوتي زهور أستاذة التعليم العالي كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس فاس، مقررة الدكتورة عباوي الجميلة أستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة مقررة، الدكتور عزيزي عبد النبي كلية الآداب والعلوم الإنسانية وجدة مقررا، دكتور بن قدور بن يونس كلية الآداب والعلوم الإنسانية وجدة مشرفا أول، ثم الدكتورة بطل نجاة أستاذة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية وجدة مشرفة ثانية. قررت منح الطالب ناصر بن علي بن سليم الخياري الدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية، تكوين دكتوراه التراث الثقافي والتنمية تخصص التواصل الإداري وتنمية الموارد البشرية بميزة مشرف جداً. انتهى.